السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هذا العمل اليدوي. تجمعي فيه الفناتي وتحطيه مباشره هكا، ولا ما ديريش داك لاستيك اللي لتحت هكذا، وغادي تخلي لها تقريبا واحد 2 سنتيمتر هكاك. اذا صافي، منين تتعرفي البلاصه، اذا من هنا القطر ديالها، اذا صافي تتحصلوا على هاد الدائره هكذا. اذا تجيبوا العمل ديالكم هنا في الوسط هنا و تلصقوه هنا في الوسط، وبالنسبه لهذه راني ثقباها، ثقبتها من هنا بالموس هكذا القياس ديال داك اللاستيك اللي غادي ندخل فيها. صافي، اذا غادي نحطها بهذه الطريقه هكذا في المنتصف، وهنا كذلك غادي ندوز لها هكذا. وهنا كذلك غادي ندير لها الطريقة هكذا. صافي، وغادي نمشي هكذا، وغادي نلصق العمل ديالي بهكذا حتى نوصلو للتالي. وغادي نزيد كذلك نجبد هادي ونوصل. دابا بعد ما درت لها بهذا الشكل هكذا، اذا غير جبديها مزيان غادي يجي شكلها زوين. غادي تمشي غادي تلصق، ديري بعدا الا كان عندك شي لاستيك كحل ديري لاستيك مباشره، انا ما عنديش، غادي نمشي نغلف لاستيك البيض. اذا عادي غادي نخيطها من هنا ونوريكم كي غادي نديرها. انا ما بغيتش ندير لها البيض لان البيض تيشد فيه الوسخ، وغادي تبقى توسخ لي بزاف. اذا هذه هي احسن طريقه باش نغلفو بهذا الشكل هكذا. صافي، اذا غادي نشوف العبار لي غادي يصلح ليا. دابا شنو غادي ندير، غادي نمشي بعدا نخيط هادي ونخيط هادي، نقدر نزيد لها حتى واحد الخياطه في الوسط باش تبقى مثبته. صافي، غادي تدخليهم هكذا بالطرنافيس هكذا، وغادي تدخلي كذلك الجهه الاخرى بهذا الشكل هكذا. راها سهله الدخل، غير فرصي ليها واحد شويه هكذا وغادي تدخل من هنا. صافي، غادي تدخليهم بهذا الشكل وغادي تجبديهم وغادي تخيطيها مزيان بالماكينه من هنا، وعاد غادي ترديها لبلاصتها. دابا خديت واحد الدائره غادي نخيطها بالباتي بهذا الشكل، وغادي نعمرها باللواط. اذا نمشي معها كلها هكذا. صافي، درت فيها اللواط وحطيت واحد الطرف الثوب باش مابقاش يديرونجيني في الخياطه بهذا الشكل. وغادي نلصق على في الوسط. انا غادي نزيد نزوقها في هذا الشيء. نديرهم لهنايا، نتوما تقدروا تخليوها سامبل. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، تجيب هذا الشكل. ومن هنا تقدروا تخليوها غير هكذا، ما ديروش هاد لاستيك. تنتمنى تكون عجبتكم، مع السلامة.